سيادة النائب، اعتمادات السلع والخدمات بلغت قد ايه في الموازنة دي؟ مهمة قوي كمان نعرفها. السلع والخدمات يا أستاذة بسنت كانت في الموازنة دي كانت 104 مليار، الموازنة الحالية هتصبح 136 مليار. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زي ما اتكلمت كانت 321 أصبحت 355. حيازة الأصول المالية كانت 30 أصبحت 30 برضه مستقرة زي ما هي، ودي عبارة عن المنح والدعم التي تدفعه الدولة للهيئات الاقتصادية والشركات. لكن السلع والخدمات من 104 ارتفعت ل 136. طيب عظيم، نيجي نتكلم بقى عن مخصصات قطاع الاستثمار في الموازنة الجديدة يا فندم. الاستثمار يا أستاذ محمد كان 358 أصبح 377، يعني في زيادة في الاستثمار حوالي 22 حوالي 19 مليار. 19 مليار من 358 ل 377، وده رقم مش قليل. يعني مفترض زي ما انتم بداتوا في الحلقه بتقولوا ان الدول بتخفض من ميزانياتها او بتخفض من الاستثمارات، وفي بعض الاصوات اللي بتنادي بوقف المشروعات. ازاي انا يعني هوقف المشروعات؟ يعني مشروع قومي زي حياه كريمه ده حلم للشعب المصري كله، وبدا وهو يعني اللي بيحقق فعلا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في مياه نظيفة، الحق في أي معيشة، أي صحيح. حياة معيشية. إزاي نوقفه؟ كانت في توجيهات رئيسية أنه يستمر. المشروعات القومية الكبرى، المشروعات القومية زي ما احنا اتكلمنا، أنا النهاردة لما بشتغل لازم أشتغل لأن برفع نسب التشغيل وبرفع معدلات النمو الاقتصادي. معدل النمو الاقتصادي مرتبط بتشغيل، تشغيل مرتبط بفرص عمل، مرتبط صحيح. بتقليل فرص بطالة، كل ده مرتبط بالاستثمار، انتاج مرتبط بالاستثمار. فالاستثمار في يعني عكس ما الناس بتطالب، يعني مش انا اقلل من الاستثمار ده، انا مفروض ان انا ارفع من معدلات التشغيل ومن معدلات الاستثمار. عشان كده احنا شايفين الاستثمارات هتزيد من 358 ل 377 في الموازنة الجديدة، واحنا شايفين المشروعات يعني شغالة بشكل كويس وبنسب كويسة، ووزارة التخطيط مع الوزارات الأخرى يعني بأمانة شديدة يعني عاملة دور كويس في تحقيق الاستثمارات. يعني عظيم جدا، ومهم ان الناس تفهم احنا لو وقفنا الاستثمارات الناس اللي شغالة في هذه المشروعات مفيش فرص عمل، هتقعد في البيت مفيش طبعا، ودي هتنخفض معدل النمو الاقتصادي، مفيش فرص عمل، زود معدل البطالة هتزيد. مظبوط، يعني فلازم يعني الناس تاخد بالها من ده. حكايه وقف المشروعات، لا، وقف المشروعات هيعود بضرر اكبر على الدوله وعلى المواطن بشكل مباشر.